المشكلة ليست أمنية، وأنا أقول أنها ليست سياسية بالمطلق. هناك مشكلة اجتماعية ينبغي أن تحلحل ونصل بها إلى ديالة آمنة مزدهرة. هذه المشكلة الاجتماعية هي فعلا موجودة أم تم اختلاقها من قبل الأحزاب اللي تنافست في ديالة على مصر؟ لا، أنا ما أعتقد أنه الأحزاب يعني تأزم القضية، لأنه أكو قنوات اتصال وتواصل، لكن الآلية فيما يتعلق بمعالجتها لم يعني يكن متفق عليها بهذا الشكل. يعني اليوم هذا استحقاقك، روح انت دبر نفسك، لا تجبرني انه انا اكون يعني في معرض انه اتصادم مع الاخرين، لانه اليوم القضيه صارت من استحقاقك، فانت روح حل مشكلتك مع الجمهور. هذا الجمهور انا مو فقط بني تميم، حتى مع العشائر والمكونات الاخرى ينبغي ان تحل بحكمه وبعقل، وان نسير بهذا النظام وجزء من استحقاقات الديمقراطيه هالشكل. لكن انا اقول فيما يتعلق بقضيه حتى المعالجه المعترضين اليوم على الحكومة المحلية وتشكيلها، ينبغي أن يتحلوا بالحكمة، لأن هذا مو حل تعطيل مصالح الناس. وأيضا يعني الآليات تظاهر حق مكفول، لكن بإغلاق الدوائر إلى آخره أعتقد هذا مو صحيح، وينبغي أن يلتفت من يعتقدون أن لديهم حقوق إلى أن يكونوا عونا وجزءا من القانون.